عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا المقطع الماشي. لا تستغرب ان زوجتك مش طايقتك، لا تستغرب ان زواجكم قاعد بتدمر او الزوجة تتدمر. متى اخر مرة اخذت زوجتك على عمرة او صليتوا مع بعض؟ متى اخر مرة زوجتك شجعتك على الانفاق في سبيل الله؟ لذلك من الامور العظيمة اللي تقرب القلوب وتصفي القلوب وتجعل الزواج ناجح، خذ زوجتك على عمرة. طيب، أكثر من صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.